سلام خوجي، كي دايرين؟ لاباس عليكم العائله؟ كل شيء مزيان، كل شيء بخير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم السويله هذه اللي هنايا كملتيها، عندك 200 درهم. هاي خوتي قدامكم، قدام المشاهدين، مثل هذا ضربتيها النص ديالها. هاي كما تشوفوا خوتي، انا كلت من هذا الطريف، قلت لها يلا كملتي الربع تاع هنايا، ربع عندك 200 درهم. هاي خوتي، هاتوا الاخوان، هذا الشيء اللي بقى ليها، هادشي اللي بقى ليها هنايا، وغتربح معانا 200 درهم. ما كملتش هادو، هادشي اللي بقى ليها ما كملش، غطينا 200 درهم. ياك الواليد؟ اييه قريبة. وانا لا درت غادي تزيد. كيف ها على كملتي هادي؟ هادي كملتي هادي، نزيد ها 50 درهم. طلع عندك 5000، 2000 تل. ولا ما كلتيهاش؟ ناكلها. ما كملتيهاش، شحال تعطيني؟ عارة. السلام خوجي، كي دايرين؟ لاباس عليكم العائله، كل شيء مزيان، كل شيء بخير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم اخوتي واحد الفيديو نحاولوا نديروا، واحد الفيديو شويه، واحد الفيديو صغير، نضحكوا شويه اخوتي معكم. قلت للوالده يلا كملتي هاد السويله هذه اللي هنايا كملتيها، عندك 200 درهم. هاي اخوتي قدامكم، قدام المشاهدين، مثل هذا ضربتيها النص ديالها. هاي كما تشوفوا خوتي، انا كلت من هذا الطريف، قلت لها يلا كملتي الربع تاع هنايا، ربع عندك 200 درهم. هاي خوتي، الوالده قابله بالتحدي. يلا بسم الله، سير يلا بدايه. هاك ها 200 درهم. هاي نحطها هنا، هاي ندير هنايا، ناخذ معاك تاني شي طريف وغاد. بسم الله. هاي خوتي، قلت لها كملتي هذيك غتاخذي 200 درهم. دابا المشكله خوتي، صورنا فيديو وتمسح لينا، ما لقيت الكاميرا ما كتصورش، غادي نعاودو. الوالده غدا ان شاء الله غتشل، سميتو فين ان شاء الله؟ الاسبوع ان شاء الله. حسك لي واحد شوي. تبع الخزانة سي بن وفاء؟ واو من الله، فين؟ هنا هاد عمي براه. فين اجي؟ ايه؟ فين اجي؟ وخرا فين غيديروها في ديك البلاد فين كانت النوبة الأولى؟ عقلتي؟ أنا ناخذ الطريف، أنا الوالدة راه معاونك، أنا غادي معاونك فيه. الله يحفظ لي ويخليني. آه 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 كل شيء علاش داير؟ ايه؟ خاطر ندير مسميات وندير معدة. ندير لي مسمنيات؟ شكون زعما كاين هنا؟ وخرا كاينه مرت ابراهيم. اه وي انت الوالده مسكينه دابا راه باغا دير دابا مسمنيات الدين. وي خاصني ندير مسمنيات، واخا كاين عادي الباب ما عرفت، حس تلقاها مرتاحة غدا باش تشل، مشيت السبوع ان شاء الله. ما اش دايرين فين؟ وين ذابحين شي حولي ولا؟ الحولي راه مذبحو لهي. اه الحولي راه مذبحو لهي في الدار. وهنا اش غايديرو؟ جيب. اه ما كاينش الحولي؟ لا. الوالدة راك غادر قريب داكشي، ما كاينش وقال الحولي. لا ياك القضية راه نجحت. شناهي؟ سويلة؟ اه غادا بيا، ولكن والو الوالد متخلي، راه شوف شنا نقصت عليك هاد تاهو وحدة. نقصتي عليا والو. جوج. بغيت شي تاكل معاها. اه. انا غادي غادي نقصت عليك، انا كون ما نقصتش عليك وتشوف. دابا كما قلت لكم، كما شرحت لكم في الأول، قلت لها راني خليني تندوي. راني قلت لي قالك ديرها على الثالثة. انا كلتها كامله، باقي منها عاد شويه. ها هذا هو اللي باقي منها، انا بردت 4000 ريال اخوان. هاد مكلت لها، مكلت هادي، مكلت هادي وكلت معاها. اخوان والاخوانات والوليدات والوليدات، اخوان راه سير هو، يعني راه ما عاد ما كان معايا، راني انا اللي كلت كل شيء. ما يصير استحس، ها يخلصني وصافي. ايوا كملتيش عطيني وحلال. انا كملت، انا كملت ما بين. ها بقى وحده، ها وحده.
لهنا. كمات بالرحمة وبالعفو. كمات الله يحفظ الله يعطينا صحيحتي تانايا كمل. شعب من القلب من فيه منا كل كاين. كولا ناكل ايه؟ ونشوف ان شاء الله غدا ان شاء الله الزريده غنمشيو ليها وغتشوفوا الاجواء كيفاش دايره ديال دوك على تشوفوا الوالده فين مشات انا مريح دا نصور ان شاء الله. ما تقدريش طيبي الوالده اش طيب طيبي لي الزروت وراني ندور مع ام قال شي نطيبه ايه وندور ندور صباك لا دا قال شي نطيبه لا تران سالينا صافي الوالد ربحتي ربحتي الو هاتشي شحال باقي كانت تخمو شحال باقي نوريكم اخوتي واش باقي فيه ولا لا انتو دابا هادي شحال باقي فيها هذه انا كنت هو تي هي ام ديال هاد كلت ليها كلت هادي وانا ربحت هادي ليا شيشه كلت هادي كلت ربعه هي كلت هادي الوالدة صافي بالصحة صحتك الله يعطيك الصحة الله يعطينا ويعطيكم الصحة ديالنا غدا يا غدا ان شاء الله هي فين غنمشيو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كيما قلت لكم الاخوان دابا بالسلام عليكم والله يعاونكم نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله الله يحفظكم كاملين الله يحفظكم اوليدي ووليداتي والوليدات والبنيات كل شيء برا والداخل الله يحفظكم الله يحفظنا فيكم هادشي اللي بقى ليه هنايا وغتربح معنا 200 درهم ما كملتش هادو هاد الشيء اللي بقى ليها ما كملش غطينا 200 درهم ياك الوالد اييه قريبه وانا لا درت غادي تزيد كيف ها انا كملتي هذه كملتي هذه نزيد ها حنغيرها 50 درهم ترى عندك 5000 يعني 2000 تل ولا ما كلتيهاش لا كلها ما كملتيهاش شحال تعطيني عارة ولا شحال تعطيني وانا انا ما كملتش هذا قول لي شحال تعطيني لما كملتيهاش تعطيني طينتي 6000 كلمه واحده كلمه تلا انت خاطر ما كبيه هادشي تكمل يا الوالي دير بقى فيها شوي شحال بقى فيها هذه هي اخر واحده صاب قمتي بالتحدي الوالي هاي الخبر كرع عاونتك الوالي عاونتك فيش ما عاونتيني هاي 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 ما عاونتكش قلت ما عاونتكش قلت هذيك ما عاونتكش الوالي واش عاونتك ايه واش فاش عاونتك فيه في هذيك السوي هنا على صحتك الوالي صحتك يعطيك الصحة كي جاتك قول للمتابعين ديالك الوالدة كي جاتك كيفاش هذاك البيجامه خاصك الوالده دابا شي لي شي سبادري شي سبرديل ولا لا راه عاد هذيكو هذيك فين شديتها حقها خاصك ديتها جديده ديك خاصك تقاد خاصك تصبنيها توسخت خاصك تصب عندي شنو المصبان ديها تصبن ترجع جديد ودي والله ترجع جديده الحمد لله الله يحفظكم الله يخلف عليكم الله يرضي عليكم بنيات ووليدات خارج الوطن وداخل الوطن كبار وصغار الله يحفظكم جميعا الله يعطيكم صحيحكم الله يعطيكم مناوين في خواطركم الله يفيض عليكم الرزق اخوتي غنشوفوا الوالده راه باغا تخلص شويه العلف نجي نمشيو معاه شويه بتعلفي من الوالده شو تجيبي ده نجيب المخفاله ها المخفاله هكا هل تديرها كاملة؟ لا هو انا عم اسكت شيء استنى عم في داتك انا عم استنى هات
كاين شي سطال هنا غادي ديري بها بالطاجين. و اذا نشوفوا دابا كيفاش داك الدوز العلف هو داخل دريب حركوك هنا صيبارك فين هو شمندر فوق ما كاينش شمندر قولي والله والله صافي هادشي صافي باش ما كدوش لي شمندر لا دير كل ما تشوف بسم الله هو مدي لي مو الوش كان جايب مش منظر اليوم ولا لا لا هو ما جايب مش لا الفول باش تهز ليهم باش نهز على الخروف ما ها هو العلف خوتي كيفاش كيكون دابا ديال واحد الخروف عندنا باغي نعيدو عليها هي هذيك كنعطيو هادشي سكتها الله يفيها باش تسحر وين ورحنا نعطيو مول رحنا نعطيو تاكل يور خروف ماتي ايه تاكل يور خروف هادشي نازو لا الخرفان هز الهان ايه بس سيطا تعطيهم دي فتعطيهم شو تجلبين فتعطيهم شو تجلبين لا لا لما هم شو سيد الخرفان ايه تاكل خلين تاعد فغن اعطي يوح اللوح تاع الشعير شكون ايه نازو تجي جي تبقى تشدو كليم غتشوفو معانا خوتي تجي جي تعالي يا ريلي ما تجي جي يا خوتي اجواء كيفاش داير هنا ديال البلايص ديالهم بغيت ندير ان شاء الله شي مشروع خوتي ان شاء الله ديال الدجاج ندير شي 10 دجاجات شنو هما يبقاو يبيضوا لي فين فاش تعطيهم ياكلوا كت 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 ما كاينش عندك الوليدات صغار في الشات نفرتهم هما الاخرين ما بقاش عندهم لا بقاش عندهم فين هي يما هي هذه هنا ما بقاش تدور بيما حولهم ولا واش يالف وراه تابعينها ولكن يبقى وجهو كت 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 تالفي تالفي خاصهم جوج خاصك جوج خوشي دابا كيما شفتو خاصني ندير الوالد شي مشروع ديال الدجاج بحال هذا بحال هذا خوتي ندير شي 10 دجاجات شي 10 دجاجات يبقاو يبيضوا لي ونحط لهم ويولدوا خاصني ندير لهم شي بلايصه هنايا فين ندير لهم شي بلايصه هنا نمشي عشيشه خاصهم عش هنايا خاصهم يحيد هذا فران وريح حي حيد الفران وهو ديري فيه الميعاد صافي بحال هذا يولدوا لي تفليلسات بحال هذا خوتي كيكون فيهم ها هاي خوتي دابا اخوان ديال المشاهدين ديالنا السلام عليكم ان شاء الله غتشوفونا ان شاء الله في فيديو ان شاء الله غدا
شي فيديو يكون ناضي زوين، تشوفوا الاجواء كيفاش دايره. ان شاء الله غادي نصور لكم. تحياتي لكم، السلام عليكم.